كاس. ماتش مهندس عمر عمر، انت يعني اخيرا اخيرا تنصح تنصح الناس الناس بايه؟ بايه؟ يعني دلوقتي كلنا سواء عندنا عندنا معلومات عن معلومات عن الذكاء الذكاء الاصطناعي الاصطناعي نستخدمه نستخدمه او او ما ما نستخدموش، نستخدموش، بنسمع بنسمع عنه عنه او او ما ما بنسمعش بنسمعش عنه، عنه، اكيد اكيد عمر عمر سليم سليم ليه ليه نصيحة نصيحة للناس للناس بشكل بشكل عام عام في في الموضوع الموضوع ده، ده، تنصحهم تنصحهم بايه؟ بايه؟ طيب، هو الذكاء الصناعي مش موضه، يعني مش حاجه هتطلع شويه وتنزل، لا هو جه وبدا يمسك، وبالذات ان في حاجات كتيره دخلت اوبن سورس، يعني مفتوحه المصدر، فممكن اي حد يتبنى الموضوع ويكمل. فالنصيحه ان الواحد يجرب كتير، يعني في اول مره هتجيلك النتيجه سيئه جدا. يعني اول مره دخلنا مثلا نعمل صور على مثلا اي برنامج، برامج الصور بينج مثلا او ليوناردو او كده، كانت النتيجه سيئه. ليه؟ كنا بندي كلام بسيط، وكان دلوقتي ممكن لو قلت له حاجه يطلع لك تحفه فنيه رهيبه جدا. فلازم انت تجرب نفسك تستخدم كتير، ممكن حتى تلتحق معانا بالكورس اللي هو بتاع الاطفال دوت، هو بسيط جدا، هو مش الاطفال يعني، بنبسط زياده عن اللزوم ونبدا نشوف امثله صور وفيديوهات اكتر من الكلام، بحيث ان الواحد يستوعبها بشكل افضل. استخدم الادوات بشكل كل شويه، فكر ازاي ان انا احسنها. يعني ممكن اساله سؤال يجيب لي اجابه، لا ده انا اساله سؤال تاني يجيب لي اجابه افضل. طب لا، الاجابه دي هل انا راضي عنها ولا في تحسين ليها؟ طب فين المصادر؟ مثلا عايز يعمل لي صور، ادي له ما اقولوش اعمل لي فيلا، اقول له اعمل لي فيلا لمهندس معماري. جرب كده، اقول له فيلا لمهندس معماري، هيجيب لك فيلا مخصصه لمهندس معماري فيها مثلا اشكال معينه، حاجات زي كده. قلت له عايز فيلا لدكتور سنان، فبدا يجيب لي الحاجه ديت. فتبدا تشوف كل التولز اللي توفر عليك وقت وتقدر ان انت تستخدمها بشكل كويس في التخصص بتاعك. كل التولز دلوقتي، كل التولز بلا استثناء بدا يدخل فيها الذكاء الاصطناعي. اي تطبيق على الموبايل بيبدا يدخل ان هو يبدا ان هو يتعرف على الصوت، ان هو يبدا ان هو ينظم الافكار بتاعته. يعني حاجات نوشن مثلا كان بينظم الحاجات، بقى اصبح ينظم من خلال الذكاء الاصطناعي، يبدا ان هو يشوف، يعني جوجل مثلا بيشوف الايميلات بتاعتك ويبقى عارف المواعيد اللي انت فاضي فيها. فلو انت قلت له عايز الميعاد ده يقول لك لا خلي بالك ان عندك ميعاد في اجتماع في اليوم الفلاني، فاختار ميعاد تاني. فان انت تتابع كل شويه الحاجات اللي بتحصل جديده في الذكاء الاصطناعي، وتبدا تختار ايه افضل تولز شايف انها بتوفر معاك. انت متخصص في ايه؟ يعني انت متخصص مثلا في التصميمات، ابدا شوف ايه اكتر حاجه في التصميمات، تابع كل جديد، لان تقريبا يوميا يعني اكاد اجزم ان انا ما فيش يوم بيعدي غير وتلاقي 10 حاجات جايه جديده، 10 حاجات مش حاجه واحده، 10 حاجات. في مثلا جيميناي نزل حاجه، فنلاقي مثلا ابل نزلت حاجه ثانيه، فنلاقي اوبن اي اي نزل، ليوناردو بيعمل تحديثات، والتحديثات رهيبه، يعني ما بقاش كل تحديث كل سنه ولا بتاع، ده ممكن يحصل تحديثين في يوم واحد. فلازم انت تبدا تشوف، ونبدا ان احنا نشارك المعلومات من بعض. لازم 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 تبقى حاجه يوميه بالنسبه لك، ان انت مثلا بتسال شات جي بي تي او بتسال كوبايلوت. كوبايلوت حلو قوي ان هو بيعمل لك صور وبيعمل لك كلام وموجود على الموبايل وتقدر تستخدمه، كل الحاجات دي مجانيه. ممتاز. خليني كده في نهايه اللقاء بتاعنا سيد عمر، بس الخص يعني الخص سريعا من اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده. ما شاء الله، يعني انت يعني اسلكت صدري صراحه بكلامك، ما شاء الله كلام غزير ومفيد جدا. احنا طبعا اتكلمنا في البدايه، عرفنا ايه هو الذكاء الاصطناعي، وقلنا ان الذكاء الاصطناعي هو عباره عن مجموعه من الانظمه بتحاكي بيها الذكاء الطبيعي للانسان، ولكن بشكل اعلى او بمستوى اعلى. احاول انا من وقت للتاني ان انا استخدم هذه الادوات، ان انا اطلعها في خدمه قطاع الاعمال او في خدمه المشاريع والبروسيسز والجفرنس اللي انا بشتغل فيه بشكل عام. دي حاجه كويسه جدا ان انا استعين بالذكاء الاصطناعي عشان خاطر اسهل عليا التاسكات بتاعتي، اسهل عليا العمليات اللي انا بعملها، اعتمد عليه كانه المساعد بتاعي او المساعد الشخصي بتاعي. كمان اتكلمنا ان الذكاء الاصطناعي زيه زي اي حاجه في الدنيا، ليه اساليب وليه مبادئ، ومن خلال هذه الاساليب والمبادئ بنبدا ان احنا ندير هذه المساليب هذه الادوات بشكل اخر بطريقه لازم تكون ايثيكالز او معتمده على اخلاقيات المهنه بشكل كبير. وقلنا كمان، لو انت ذكرت لنا كمان جزئيه مهمه جدا، ان تقريبا الذكاء الاصطناعي بقى شبه متوكل في جميع الانظمه، جميع القطاعات، سواء القطاع الهندسي، القطاع الصحي، القطاع الطبي، القطاع الفني، الاداري، الاجباري، كل تقريبا القطاعات، اي قطاع كان اكيد هتلاقي فيه
على الاقل مجموعه من الادوات اللي بتستخدم او بتطبق مفاهيم الذكاء الاصطناعي. وقلنا ان افضل الممارسات اللي احنا بنتكلم فيها في عمليه تطبيقات الذكاء الاصطناعي ان احنا نحسن اختيار الاداه ونستخدم الاداه دي في المكان الصحيح بالشكل الصحيح، ولا نعتمد اعتماد كلي على الادوات دي، ولكن لازم نزيل هذه الادوات تحت اشراف مباشر للشخص نفسه. لان اي حد بيخشى الذكاء الاصطناعي في يوم من الايام هيمحو وجوده هو كبني ادم كانسان، المفهوم ده غير صحيح. طبعا بنتاكد هذه المعلومه ان هذا المفهوم غير صحيح، وان يظل الاعتماد على العنصر البشري مهم جدا. لازم يكون العنصر البشري موجود معانا حتى النهايه، مهما كانت الادوات اللي احنا بنستخدمها ومهما كانت متقدمه، يظل العنصر البشري هو العنصر الاول الاهم في عمليه اداره المنظومه بشكل كامل. الاخر حاجه انت حضرتك ذكرت لنا المستقبل، موضوع الذكاء الاصطناعي يزال في تطور مستمر، وكل يوم في جديد تطلع عندنا مجموعه من الادوات بشكل تقريبا شبه يومي. تطلع عندنا عشرات بل المئات من الادوات الجديده، ولازم اي شخص يشتغل في اي مجال إن كان، سواء في مجال التعليم، مجال الطبي، مجال الصناعي، مجال الهندسي، واتيفر المجال، لازم يكون ابديتد بشكل مستمر، ويكون دايما بشكل دائم على اطلاع بكل ما هو جديد في هذا المجال. أنا ختاما بشكر حضرتك زميلي العزيز عمر سليم على كل هذه الإيضاحات وهذا الطرح المثمر اللي حضرتك أسلكت بيه حضورنا النهارده. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم إن يجعل هذا العمل في مجال حسناتك، وبشكرك شكرا جزيلا على قبولك الدعوة وقضيت معانا كل هذه المعلومات السرية اللي أنت قضيت علينا بيها. وبشكر زملائي الحضور المشاركين معانا في الجلسة بتاعت النهارده. ولو في اي حد من الزملاء عنده اي سؤال ممكن ناخد مجموعه من الاسئله، وما عندكش منها يا استاذ عمر. جزاكم الله كل خير، انا تحت امرك طبعا. الله يرضى عليك.